السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. نتوما كتشوفوا فيديو ولمكتوش بخير، ان شاء الله غادي توليو بخير. في هذا الفيديو كيف ما قريتو في العنوان غادي نصاوبو سلو من الاول. حنا اللي غادي نحمرو الدقيق وحنا اللي غادي نديرو كلشي. معكم احسان كتجر، لاول مره كندير هادشي فتابعوا كاع المراحل. اول حاجه درت انني شغلت الفران ودابايا غادي نصفي الدقيق. غادي نكب بجبانيه ما عنديش بزاف وغادي نغربلو. وكا غندير العمليه، تندير الكميه اللي بغيت نحمرها في الطاوة. بقاو معايا. دابا غادي نوزعو على الطاوة بشكل متساوي. ومن بعد نخشي في الفران. قلعو من الطاوة كامل ملي حسيت بانه بدا كيسخن. هنايا طلعتو غير الفوق وشعلت ليا غير الفوق، لحقاش شفت انه ما دارش ليا. فهنايا شفت حسن انه مني كنخليه الفوق وكنبقى كل مره حاضيه وكنقلب فيه بلا ما نسرحو، حيت لاحظت انه كي الا سرحتي بحال هكا ملي سي بحال هكا كيتعطل باش يدير. اللهم كنخليه بحال هكا مشعلك صافي. وغنبقى ندير معاه بحال هكا حتى غيسمر لي باللون اللي بغيتو انا، باللون اللي بغاتو ماما بطبيعه الحال. صافي وغندير كلشي الكميه كاع كامله اللي بقات ليا غادي ندير لها نفس الحركه. ملي غادي نكملها غادي نوريكم اللون اللي خرج. كيفما كتشوفوا هذا هو اللون اللي وصلت ليه. ملي غادي نكمل كاع الكميه غادي نوريكم اش غندير من بعد. كيفما كتشوفوا هذه هي الكميه كامله غربلتها من بعد ما حمرتها في الفران. ها هي نوريكم المقادير الاخرين. كما كتشوفوا هنايا حمرت الا هنايا نص كيلو وكيلو ديال الزجنان حتى هي محمره ورابعه تاع حب تاع النافع ونص كيلو تاع الكاوكاو البلدي حتى هو حمرته وتا الفورس هو حمرته. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما طحنت كاع المكونات استثناء غير شويه من جزء من زنجلان، فطحنت المكونات هذا الكاوكاو هنايا الا مطحون مغربل وحبه حلاوه ونافع وزنجلان هذا نصو طحناه الزنجلان البلدي واللوز تقلى نخليه حتى الاخر. وطحنت الكوزه والمسك الحره مع شويه الملحه صافي. وغادي نجمعوا كاع هادشي كاع النواشف غنجمعوهم باستثناء اللوز. بسم الله you
غادي نديرو سكر كلاصي غير على حساب الرغبه ديال كل واحد. غادي نغربو. شويه القرفه من بعد ما كبينا كاع داك الشيء الناشف وجمعناه، دابا غادي ندوز ومن بعده الزيت. كيف ما كتشوفوا ان كنكون وصلنا للقوام تاع اللوز اللي بغينا، تاع السلو اللي بغينا. اوكي كنكونوا سنينا الفيديو ديالنا، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو اللي تعاوننا فيه حنايا كاملين. ان شاء الله تجربوه تتوما في داركم وبصحه والراحه. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب.